صباح الخير. شكرا بزاف حيت جيتو اليوم. بغيت واحد بغيت غير نعرف واش كلكم جايين من رشيديه ولا شحال شحال واحد جاي من رشيديه والباقيه النواحي بحال تنجداد بحال تنغير بحال هكا. اذا اليوم جينا باش نتذكروا على واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف على الاقل بالنسبه ليا، هي الفرص، هي الفرص في الحياه. يعني واقيلا ماشي غير بوحدي انا اللي كنقولوا بلا الفرصه، كاين شي فرص اللي كتجي غير فتره في العمر ياك، زعما كاينين شي فرص اللي كنقولوا ما كرهتش تكون هذيك الفرصه تتعاود، كون خديتها، كون دفعت لهاد الخدمه، كون دفعت لهاد السطاج، كون دفعت لهاد ليكول. يعني هادشي علاش جينا اليوم باش نتذكروا على هاد الموضوع ديال الفرص. اول حاجه غنقدمها لكم هي اشنو غادي نتناقشوا اليوم. اول حاجه غنديروا انتروديكسيون على شكون انا، غير شويه باش تعرفوني، حيت ما يمكنش تسمعوا شي واحد ما كتعرفوش. ثاني حاجه غادي نهضروا على الاكستشينج بروغرامز، هما لي بروغرام ديال التبادل الثقافي، وخاصه هذوك اللي كتكون مديوره من طرف السفاره الامريكيه. ثاني حاجه غنتناقشوها هي واحد المنحه سميتها ميبي تومورز ليدرز سكولرشيب فور اندر جرادويت ستودنتس. اندر جرادويت ستودنتس هما الناس اللي كيديروا لا ليسونس، يعني الباشلر ديالهم لافاك. ومن بعد غادي نتناقشوا ميبي جرادويت سكولرشيب، يعني هما نفس المنحه غير هو وحده للناس اللي كيديروا لا ليسونس، وحده للناس اللي بغاو يديروا الماستر ولا الدكتوراه. من بعد غادي نتناقشوا واحد المنحه اخرى اللي مقدمه من طرف الغرير. هي كاين واحد المنظمه دارها واحد السيد سميتو عبد الله الغرير، وكتعطي منح للتلاميذ في العالم العربي باش يقراو في المستوى ديال لافاك، يعني سواء الماستر سواء لا ليسونس. اخر حاجه غنديروها هي غادي نفتحوا النقاش المجال باش تسولوني ونجاوبكم، ولا نسولكم وتجاوبوني، وغادي نعطيكم بعض النصائح وبعض الادوات اللي كنستخدمها باش لقات انا الفرص ديال المنح وكيفاش قدرت انا نقرا على بعض. كلشي واضح؟ شكرا. اول حاجه شكون انا؟ انا سميتي اسماء حديق، غير اسماء مزيانه. شديت البكالوريا ديالي سيونس مات ا في بني ملال. دابا انا كنقرا في الجامعه الامريكيه بيروت، امريكان يونيفرسيتي اوف بيروت، والشعبه ديالي هي كمبيوتر ساينس، هي الانفورماتيك. انا هذا العام كنت خدمت مع واحد المنظمه كتعاون اللاجئين السوريين في لبنان سميتها هيلب سوريا كيدز. خدمت كمنسقه ديال المتطوعين. الدور ديالي هو انني كننسق بين المتطوعين اللي كيكونوا في الجامعه وحتى على برا الجامعه، وكنكوردوني معاهم الاوقات فين يقدروا يتطوعوا، وكنحرص على ان الدراري يحصلوا على المطبوعات ديالهم باش يتعلموا. اخر حاجه متعلقه بيا هي انني هذا العام وليت عضوه في منظمه فيوتشر جلوبال ليدرز فاونديشن، هي منظمه القاده العالميين اللي هي بازي في نيويورك، وهي كتستهدف الطلاب اللي جاوا من طبقات فقيره ومتوسطه واللي قدروا انهم يوصلوا للجامعات اللي هما مزيانين وقدروا انهم يحققوا شحال من حاجه في الحياه ديالهم. هذه انا. اول حاجه غادي نبدا بها هي واحد البروغرام اللي هو مديور خصيصا للبنات اللي كيقراو في الليسي، اللي ما عرفتش شحال من بنت هنا كتقرا في الليسي، ولكن الا كتعرفوا شي بنات كيقراو في الليسي وعمرهم بين 15 و 17 راه هذا البروغرام غادي يكون مزيان بالنسبه لك. هذو التصاور جمعتهم من فاش كنت في امريكا. هذا البروغرام سميتو تاك جيرلز. هنا المهم التصاور غادي تعرفوا من بعد شنو هما. اذا غادي نقدم لكم بعدا تاك جيرلز شنو هو. هو واحد المبادره داتها وزاره الخارجيه الامريكيه تعاون مع السفارات اللي كيكونوا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. هو برنامج مخصص للبنات، البنات اللي كيقراو في الثانويه بين 15 و 17 عام واللي مهتمات بلا تكنولوجي. هذا البروغرام كتمشي وليه الميريكان واحد المده تقريبا 3 ديال السيمانات، كتعلموا فيها اكثر على القياده، كتعلموا فيها اكثر على لا تكنولوجي، كتمشيو لشركات بحال جوجل، بحال ان بي ار، بحال مايكروسوفت في واشنطن دي سي، كتنقلوا بين واشنطن وفيرجينيا. من بعد كتمشيو لواحد الجامعه كتقراو فيها الاسس ديال لا بروغراماسيون، هذاك الشيء اللي كنقراه دابا انا اللي هو الكمبيوتر ساينس. كتعلموا كيفاش تقادو ديزابليكاسيون، كتقادو العاب، كيقريوكم اساسيده اللي كيقريو نيت في هذيك لافاك
وكيكون عندكم واحد لاكلاس خاصه بكم غير هذوك البنات اللي جايين من هذا البروغرام، كيقضيوهم الاسس ديال لا بروغراماسيون، كيقضيوهم كيفاش انهم مثلا في المستقبل انهم يدفعوا لزيكول جامعات في امريكا باش يتقبلوا في هذه الشعبه اللي هي الانفورماتيك. هذا باختصار البروغرام ديال تاك جيرلز. النهار الاول فاش كتمشيو كتوصلوا لواشنطن دي سي، نهار من النهار الثاني للنهار الثامن كتمروا من مجموعه ديال الورشات ديال القياده، كتلاقاو بقاده في المجال ديال التكنولوجي كما قلت لكم من قبل، كتمشيو لشركات بحال مايكروسوفت بحال جوجل، كتهضروا معاهم كتسولهم اللي بغيتوا، مثلا عندكم سؤال على شنو هي لا تكنولوجي اللي غتكون من هنا 5 سنين، كيفاش نقدر انني نحسن من السي في ديالي باش انا يكون عندي حدود اكثر باش ندخل العالم ديال لا تكنولوجي الى اخره. من هذا التاسع ل 19 كتمشيو لواحد لافاكولتي سميتها فيرجينيا تك، هي من احسن الجامعات في امريكا في امريكا. كتمشيو للديبارتمون ديال الكمبيوتر ساينس اللي هي الانفورماتيك، كما قلت لكم من قبل كيقريوكم اساتذه اللي كاينين في هذيك لافاكولتي، كتعيشوا بحال شي طلاب عالميين حيت كيكون عندهم لي زيلاف زعما جايين من جميع انحاء العالم، وكتعيشوا نيت في الكامبوس ديالهم، يعني فين كيعيشوا الطلاب كيكون عندكم واحد المبنى خاص بهذوك البنات، تما فين كيعيشوا تما فين كيديروا كاع لي زاكتيفيتي ديالهم الى اخره. هذا من نهار 9 ل 19. نهار 20 22 كدوز واحد الويكاند اللي هي بالنسبه ليا احسن حاجه في البروغرام، كدوز واحد الويكاند مع واحد العائله اللي كتكون امريكيه، كيوزعوا الفرق ديال البنات كيوزعوهم على مجموعه ديال العائلات، كديروا انشطه اللي بغيتوا مع هذيك العائله. الهدف من هذا الويكاند هو انكم تعيشوا حياه امريكيه وتفهموا اكثر الثقافه الامريكيه، ما تبقاش عندكم شي افكار على امريكان هما هاد تيديروا هاد الشيء هما ما تيديروش هاد الشيء تا 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 تا. المهم كتوليو واعيين اكثر بالثقافه الامريكيه. من نهار 23 25 ابدا واحد غير واحد المعلومه سخيفه، فاش العائله ديالي كان عندها جوج ديال الفاعي، كان عندهم دجاج نحال سحاليد شي حاجه عجبتني. من نهار 23 25 كتمشيو كتبداو واحد الحاجه اللي سميتها بروجيكت بلانينغ اند كابستون ايفنت. البروجيكت بلانينغ هو انه من الاهداف ديال هذا البروغرام هو انهم خاص انكم هذوك البنات كل وحده خاصها تخطط لواحد المشروع غديروا في البلاد ديالها، يعني هما ما غاديش يعلموكم كاع هذا الشيء ويلاقوكم بالمدير ديال جوجل ولا المدير التنفيذي ديال مايكروسوفت غير باش تجيو للدار وتقولوا صحابكم راه مشيت امريكان، باش صافي غير باش تقولوا راه مشيت امريكان. لا، هما بغاكم باش ديروا شي بروجي اللي غادي ينفع المجتمع ديالكم، مثلا انكم تنظموا واحد المخيم تعلموا فيه المهارات ديال القياده، تعلموا فيه المهارات ديال الانفورماتيك، اي حاجه تعلمتوها. وهذا غير بروغرام مختصر، يعني كيكونوا طبيعة الحال كتمشيو كدورو في امريكان المهم في المنطقه ديال واشنطن وفيرجينيا، كدورو كتمشيو تشريو اللي بغيتو، كتعرفوا اكثر على الثقافه الامريكيه. وبعض الحاجه المهمه اكثر هي انهم كيخلصوا عليكم كل شيء، كيخلصوا الطياره، كيخلصوا الفيزا، كيخلصوا اقامه لوتيل لافاك، ما كتخلصوش نتوما التكاليف ديال الدراسه في هذيك لافاك، يعني كل شيء تيكون على حسابهم. هادو المعايير ديال الانتقاء باش تعرفوا انكم تقدروا تقبلوا في هذا البروغرام. وبعض البنات من الدول ديال الجزائر، مصر، الاردن، كازاخستان، كيرغستان، لبنان، المغرب، فلسطين، طاجيكستان، تونس، واوزباكستان. يعني اي بنت من هاد الدول تقدر تشارك في هاد البروغرام. لاج العمر هاد البنت خاصها تكون بين 15 و17 عام. وشنو هما شنو هي الشخصيه، كيفاش خاص تكون الشخصيه ديال هاد البنت اللي غادي يقبلوا، خاص تكون عندها واحد الحب واحد التطلع لا تكنولوجي والمات والسيونس والانجينيوري، يكون عندها ماشي تكون كتجيب 20 على 20 في المات، ولكن غير يكون عندها داك الاهتمام انها شي حاجه في العالم باستخدام المات ولا تكنولوجي. يكون تكون زعما كوميتيد، يعني تكون ملتزمه انها تطوع المجتمع ديالها باش تنفعهم عن طريق تنظم ورشات، تعاون مع جمعيات، يعني المهم تنفع تعطي للمجتمع ديالها. هذه هضرت عليها، يكون عندها الاهتمام بالانجينيوري. والحاجه حتى هي اساسيه هي ان فاش تكونوا ترجعوا، يعني هذيك البنت خاص باش تقبل خاص فاش ترجع من هذاك البروغرام يكون عندها على الاقل واحد العام باقي ليها في الليسي، يعني تقريبا الا كنتو في السانكيام ولا السيزيام راه مزيان.
يقدروا يكونوا يديروا بعض زعما استثناءات بالنسبه للبنات اللي كيقراو في الباك، ولكن هي حاله ماشي ما كتكونش بزاف. الناس اللي عندهم حظوظ اقل انهم يتقبلوا، الناس اللي عندهم يد اللي مشاو يد الامريكان ومثلا تختاروا يد في شي برنامج من برامج التبادل الثقافي ديال امريكا، هادوك كيكونوا ديجا مجربين، تيكونوا ديجا كيعطيو المجال للناس اللي باقي ما مشاو الامريكان، اللي باقي ما تعلموا كاع داكشي اللي تعلموا هادوك الناس الاخرين. هذه الصوره ديالنا حدا التمثال ديال اينشتاين. هنا يلا كنا خرجنا من واحد اللقاء في وزاره الخارجيه الامريكيه، كنا مشينا تماك تلاقينا بموظفين اللي كيقراو تماك، المدراء اللي كاينين في وزاره الخارجيه الامريكيه، وهضرنا معاهم قلنا لهم اش مستفدنا من التجربه ديالنا وكيفاش يقدروا يعاونونا ان باش نعاونوا الناس اكثر. كيفاش تقدروا تدفعوا لهذا البروغرام؟ تقدروا تدخلوا لهذا السيت، يعني الا كنتو نتوما مهتمين ولا كتعرفوا شي بنت مهتمه عطيوها هذا السيت. راه الابواب ديال المشاركه غادي تتحل تقريبا في ديسمبر، المهم في الخريف.